أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مال وأعمال، وكالمعتاد نبدأ الحلقة بموجز متجدد يستعرض مواضيع اقتصادية متنوعة ويبرز أخبارا محلية وإقليمية ودولية، ولكن بعد هذا الفاصل. ونستهل موجزنا الاقتصادي السريع بأهم وأبرز منشطات هذا الأسبوع. نزاهة تشارك في مؤتمر دول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. والإدارة العامة للطيران المدني تواصل مسيرة المشاريع التطويرية لتحديث القطاع. وعجز الرقائق سيلتهم 110 مليارات دولار من إيرادات صناع السيارات في العام الجاري. وكذلك هناك الإمارات تحقق نموا بنسبة 44% بالاستثمارات الأجنبية. أعزائي المشاهدين، وأيضا هناك فقرة تالية ستتضمن بعض أهم التغريدات خلال الأسبوع، والشرح مبسط أيضا لمعنى مرتبط بعالم المال والأعمال. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم في فقرة تحت المجهر الأستاذ الدكتور يحيى الهدبان، باحث علمي في ومشارك بمركز أبحاث الطاقة والبناء، حيث سنناقش أهم ما يتعلق ببرنامج كفاءة الطاقة التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية. ولكن قبل أن نبدأ هذا الحديث، دعونا نتعرف على السيرة الذاتية للضيف من خلال البطاقة التعريفية.
وبعد أن تعرفنا على السيرة الذاتية لضيفنا الباحث العلمي المشارك بمركز أبحاث الطاقة والبناء الدكتور يحيى الهدبان، يسعدنا أن نناقش معه في فقرة تحت المجهر أهمية برنامج كفاءة الطاقة. حياك الله دكتور معنا. الله حييك أخ صباح، مشكورين على الاستضافة، أمسي عليك وعلى جميع مشاهدي قناة تلفزيون الكويت وأمسي على فريق العمل عندكم، مشكورين على الاستضافة الطيبة هذه. دكتور في البداية حدثنا عن أكثر عن برنامج كفاءة الطاقة وكيف نشأت هذه الفكرة. طبعا هو برنامج كفاءة الطاقة من الاسم يعني الاستخدام الأمثل للطاقة. إذا رجعنا في التاريخ في السابق في السبعينيات بدأ فريق من علماء ودكاترة معهد الكويت للأبحاث العلمية العمل على اختبار وسائل إنتاج الطاقة البديلة. في ذاك الوقت كان التقنيات للطاقة البديلة في يعني كتقنية غير متوفرة تجاريا، فكانت تكلفتها عالية، وكان بعد يعني اكتشاف النفط في دولة الكويت ويعني تغير حياة العمرانية والمدن واتساع يعني مظاهر الرفاهية أدى هذا إلى توسع المدن وزيادة في عدد المباني، مما أدى إلى زيادة في الحاجة إلى بناء محطات قوة، محطات إنتاج الكهرباء عن طريق استخدام النفط. فلذلك كان التكلفة الاقتصادية على الدولة يعني هذه المحطات تضع أعباء اقتصادية كبيرة. فلذلك كان من باب الأولى بدل بالاتجاه للعمل على استخدام الطاقة البديلة واللي هي تعكس مصدر ثراء الدولة، كان من باب أولى العمل على الحفاظ على الطاقة والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة في دولة الكويت. من هنا بدأ العمل في يعني أوائل الثمانينات في مجال كفاءة الطاقة والحفاظ على الطاقة على مستوى الدولة. نعم، طيب دكتور ما هي أهم الرؤى الخاصة ببرنامج طاقة وأيضا الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها؟ طبعا احنا مثل ما ذكرنا ان يعني موضوع اكتشاف النفط في دولة الكويت واختلاف نمط الحياة، يعني مثل ما نعرف قبل يعني مرحلة ما قبل اكتشاف النفط كان نمط الحياة ونمط المباني في دولة الكويت مختلف كلية، كان طبيعة المباني تعكس الطابع البسيط، وكان اغلب المباني يعني حتى مواد البناء اللي تستخدم في المباني تعكس يعني آتية من البيئة المحلية لدولة الكويت، لذلك المباني كان مع ظروف مناخية حارة في دولة الكويت المباني كانت مناسبة، ولكن بعد اكتشاف النفط والبدء بتبني مباني ذات نمط حديث ويعني تصاميم عالميا معروفة على دولة الكويت وقد لا تكون مناسبة حق بيئة دولة الكويت، لذلك بدأ ينمو يعني الطلب على الكهرباء في ذاك الوقت، لأن هذه المباني تحتاج نوع من التبريد والتكييف، نوع من استخدام بعض الأجهزة التي تستهلك الطاقة، لذلك صار عندنا واهس أن لازم نحقق أهداف معينة. كان المحفزات عندنا أول شيء نحقق ما يسمى بأمن الطاقة لدولة الكويت، لأن كل ما كان زيادة على الطلب والحاجة لبناء محطات سيزعزع أمن الطاقة، هذا الشيء. ثاني شيء الحفاظ على البيئة، احنا نعرف أن الأمم المتحدة بدأت تضع قيود وعقوبات على الدول المنتجة للنفط أو الدول الصناعية، لأن هناك انبعاثات تؤدي إلى يعني احتباس حراري وتغير في طبيعة المناخ، وأصبح من باب أولى لدولة مثل دولة الكويت ولو أن ما عليها التزامات أن تشتغل على شيء في صالح البيئة ليعكس دور دولة الكويت المهم في مجال البيئة. والعنصر الثالث كان دعم وتعزيز الأمن الاقتصادي لدولة الكويت عن طريق الحفاظ على الثروات الوطنية اللي هي النفط اللي احنا مصدر ثراء الكويت. احنا ندري كل ما نقلل من استخدامنا للنفط ونحافظ عليه كل ما كان في إمكانية احنا نبيعه في الأسواق العالمية وكلنا مردود اقتصادي. هذه العناصر عشان نقدر نحققها لازم نبتكر أساليب وطرق لرفع كفاءة الطاقة على مستوى الدولة في كافة مؤسساتها ومنشآتها. عشان هالشيء هذا كان من المهم جدا أن نقلص الحاجة لبناء محطات طاقة جديدة لتمثل عبء اقتصادي على الدولة. كان مهم جدا أن نرفع كفاءة الأداء للمحطات المحلية للعمل على تقليل من استهلاك الوقود الأحفوري بشكل زائد، الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة اللي تنتج من حرق الوقود الأحفوري وتؤدي إلى انبعاثها في الغلاف الجوي، وأخيرا وضع استراتيجيات لاستخدام أنظمة تكييف وتبريد الهواء ومقاييس لرفع كفاءة المباني والمنشآت بحيث أن نستخدم الطاقة المقدار الأمثل، ونقصد المقدار الأمثل
اللي نحتاجه فقط ولا يكون في هدر في الاستهلاك. نعم دكتور يحيى، في بداية حديثنا ذكرت أن برنامج كفاءة الطاقة هو بمثابة الاستخدام الأمثل للطاقة. نعم. بالتأكيد دكتور، هناك الباحثين الذين يعملون تحت مظلة هذا البرنامج. نعم. بالطبع لديهم ابتكارات وحلول للاستخدام الأفضل للطاقة الكهربائية والطاقة البديلة في الكويت، فحدثنا عن هذه الابتكارات الكويتية. بكل تأكيد، طبعا الابتكارات قد تختلف يعني بأشكالها ما بين علم وعلم وتخصص وتخصص، فبعض التخصصات قد يكون الابتكار شيء ملموس، وفي بعض التخصصات الأخرى قد تكون استراتيجيات، قد تكون خطط، قد تكون رؤى يكون لها مردود وطني واقتصادي على الدولة. فلذلك يعني برنامج كفاءة الطاقة والباحثين العلميين في مجال كفاءة الطاقة استطاعوا أن يخرجوا بمعايير للوصول إلى يعني إنشاء منشآت معايير عالية من ناحية استهلاك الطاقة والطلب على الكهرباء، مما يؤدي إلى توفير في الاستهلاك، والتوفير هذا يؤدي إلى التقليل من الحاجة إلى بناء محطات، وتقليل من الحاجة إلى استخدام أنظمة تكييف وتبريد الهواء اللي هي أحد أكبر التحديات. ثاني شيء، استطعنا أن نستنبط معايير لتطوير وتحديث أداء المباني والمنشآت القائمة. احنا نعرف أن الكثير من المباني والمنشآت القائمة قد يكون تصميمها في السابق مو مستند يعني على معايير تحافظ على الطاقة، فلذلك كان من المهم أن نحن نستحدث هذا الشيء ونأتي بمعايير تحافظ على الطاقة في المباني القائمة وفي المباني التي ستكون في المستقبل أو الحديثة أو سيتم إنشائها. طبعا حفاظنا على الطاقة في المباني القائمة معناتها التقليل من الأحمال الكهربائية على محطات القوى، مما يعني أن بدال أنا أضطر كدولة الكويت أني أبني محطات كل 4-5-6 سنين، أنا لا راح أقدر أبني محطات كل 10 سنين، كل 15 سنة، فأنا تأخيري للحاجة للبناء اقتصاديا أنا وفرت في حرق الوقود الأحفوري الميزانية أو الرأس المال اللي أنا استثمره في بناء المحطات أقدر استثمره في الأسواق العالمية ويكون له مردود اقتصادي. بالإضافة إلى هذا، الأسواق العالمية ومن بينهم سوق الكويت قد يكون أحيانا مخترق. بعض الأنظمة اللي تأتي مع المباني على سبيل المثال أو بعض المنشآت والمؤسسات مثل أنظمة تكييف تبريد الهواء، يعني منتجينها مختلفين على مستوى العالم. نعم. مثل دول أوروبا، مثل اليابان، مثل أمريكا، بالإضافة إلى دول ثانية. وللأسف بعض الدول قد تكون جودة المنتج اللي هم ينتجونه ويصدر ما غير عالية، أو أن جودتها متدنية، بحيث أني أنا إذا بستخدم هذا المنتج يكون استهلاكه عالي ويؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء. إذا مجموعة من البيوت استخدموا هذه المنتجات يعني متدنية الجودة راح يؤدي إلى استهلاك عالي في الكهرباء والحاجة إلى حرق وقود أحفوري أكثر، بالإضافة إلى يعني الحاجة إلى بناء محطات. وآخر شيء، إحنا المهم جدا في موضوع المعايير هذه إن مثل ما قلنا كل ما حطينا معايير حق المباني الحديثة أو المنشآت الحديثة والمباني القائمة وتكييف أنظمة تكييف الهواء، احنا قللنا حرق الوقود الأحفوري، واللي يعكس دور دولة الكويت المهم على مستوى دول العالم فيما يعني الأمم المتحدة من حيث تقليل الانبعاثات وتقليل حرق الوقود الأحفوري وتغير المناخ. جميل دكتور، بالحديث عن الاهتمام والتوفير، دكتور ما هي الوسائل البديلة المستخدمة في مجال تقنيات الطاقة الشمسية، خاصة أن احنا دولة صحراوية وبإمكاننا نستفيد من الشمس بشكل كبير؟ نعم. فما هي الوسائل البديلة في هذا المجال؟ احنا هذا سؤال نسأل دائما. احنا دولة الكويت يعني غنية بمصدر الشمس، ولكن احنا يعني عشان نقيم مدى إمكانية الاستفادة من الطاقة الشمسية، فريق من يعني باحثين علميين في المعهد قام على إنشاء ما يسمى بخريطة شمسية لدولة الكويت، وإنشاء خريطة رياح لدولة الكويت، عشان نعرف شنو المصادر البديلة اللي احنا نقدر نستفيد منها، ونستفيد من هذه المصادر الطبيعية بدال ما احنا نستخدم مصادر النفط كوقود أحفوري، وبدال لا احنا نحرقه ويكون في انبعاثات، مش كثر نقدر احنا نستخدم هذه الأشياء أو هذه المصادر. فلذلك على مستوى الدولة قام معهد الأبحاث بعمل مبادرة حكومية لإنشاء محطة قوة لاستخدام تقنيات متعددة
من مصادر النظيفة والبديلة، لهي مشروع محطة الشقاية للطاقات المتجددة اللي يحتوي على نوعين من تقنيات وتكنولوجيات الطاقة الشمسية اللي هم يسمونها الطاقة الشمسية الحرارية والطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى استفادة من مصدر ثالث طاقة الرياح، واللي احنا كنا نتوقع أنه بالكويت قد يكون غير مجدي، ولكن نتائجه الآن واعدة جدا. على مستوى المدن احنا يعني بالتعاون وبالشراكة مع مؤسسة الكويت التقدم العلمي بدعمها لكثير من العلوم والأبحاث حق معهد الأبحاث، قمنا ب يعني عمل دراسات وأبحاث عن طريق تركيب خلايا شمسية كهروضوئية على مستوى المنازل، فقمنا سوينا تجربة لتركيب خلايا شمسية كهروضوئية على 150 منزل من بين يعني مدن او مجتمع الكويت، لي يعني نرى مدى امكانيه احتضان هذه التقنيه على مستوى المدن. فلذلك يعني كانت مخرجات المشروع ناجحه جدا. الطاقه الشمسيه عموما وعلى مستوى المدن على مستوى المنازل الطاقه الشمسيه الكهروضوئيه مستوى يعني تقنيه واعده، ولكن جد يعني مهم جدا ان نذكر ان يعني الطاقه البديله عموما والطاقه الشمسيه بانواعها ستكون دائما مصدر داعم للطاقه التقليديه. دائما الطاقه التقليديه هي يعني الاساس، واحنا ندعمها في الطاقه المتجدده. يعني دكتور ما راح نقدر نستغني عن الطاقه التقليديه، ولكن هذه مسانده بالضبط لتخفيف العبء على الطاقات التقليديه. نعم. بالاضافه لتقليل اضرارها خلينا نقول على البيئه. بالضبط. هو نظرا لمتطلبات الطاقه البديله وبالتحديد الطاقه الشمسيه، انا اذا ابي انتج اللي تحتاجه الكويت من الطاقه الشمسيه، انا راح احتاج استخدم يعني اراضي الكويت كلها، خلينا نقول الصحراء كلها، عشان اقدر اوصل حق المطلوب، وهذا جدا صعب يعني اقتصاديا صعب وكجدوى اقتصاديه غير مجدي. فمن باب اولى احنا وصلنا الى نتيجه انه يجب في الاساس عشان احنا نوصل حق الحل الامثل حق دوله الكويت اقتصاديا وفنيا، ان نسعى ونعمل على ان نحقق اهداف الكفاءه الطاقه على مستوى الدولة أو على المستوى الوطني، علشان إحنا نستهلك المقدار الأمثل، والمرحلة الثانية ندعم الحاجة للكهرباء عن طريق استخدام تقنيات البديلة اللي من بينها الطاقة الشمسية. نعم دكتور يحيى، نعود بالحديث عن برنامج كفاءة الطاقة، ما هي المشاريع المنجزة في هذا المجال؟ طبعا إحنا يعني على مستوى الدولة يعني إحنا نفتخر معهد الأبحاث ومركز أبحاث الطاقة والبناء وفريق أبحاث يعني كفاءة الطاقة، نفتخر أن إنجازاتنا كبيرة. مثل ما ذكرت أن في السابق لما كان العمل في مجال في اتجاه الطاقة البديلة وكانت غير مجدية، فريق من باحثين المعهد العلميين أو علماء المعهد بدأ بالعمل على ما يسمى مدونة الحفاظ على الطاقة، هذه بالانجليزي دول يسمونها انرجي كونزرفيشن كود اوف براكتس. المدونه هذه اطار عمل للحفاظ على الطاقه في المدن وفي المباني مكيفه الهواء للتقليل من الطلب على الكهرباء والعمل على ان استخدام الامثل للطاقه. هذه المدونه تساعد على ان انا من ابي اختار عندي مبنى معين، مثلا اختار مثلا نظام تكييف حق هذا المبنى بدون السعي والعمل من ضمن اطار المعايير، راح يكون اختيار غير مناسب. قد أنا أختار مثلا نظام تكييف أكبر من الحاجة، أنا من عندي أكثر من مبنى وكل مبنى أنا أركب فيه نظام تكييف أكبر من حاجة المبنى، راح يؤدي هذا إلى استهلاك كهرباء أو طاقة أكثر، فبالحالة راح يكون في هدر في الاستهلاك وفي حاجة إلى بناء محطات جديدة على شريحة أقل. فلذلك مدونة الحفاظ على الطاقة كانت من أكبر الإنجازات اللي احنا نفخر فيها حق دولة الكويت، وكانت دولة الكويت من أولى الدول السباقة على مستوى الشرق الأوسط ودول الخليج أن استحدثنا هذه المدونة وكانت يعني موجودة على الساحة، بالإضافة إلى عمل كثير من الدراسات عن طريق شراكات مع وزارة الكهرباء والماء، عن طريق شراكات مع مؤسسة الكويت التقدم العلمي، عن طريق شركائنا في القطاع النفطي والهيئة العمل البيئة. نقوم بعمل دراسة للتقليل من استهلاك في المباني القائمة، والمباني مو معناتها بيت فقط، لا، المجمعات التجارية. وعندنا من أكبر الإنجازات احنا قمنا في السابق بعمل دراسات للتدقيق على الطاقة لمحاولة إيجاد استراتيجيات وحلول للتقليل من استهلاك بدون أي تكلفة اقتصادية، فقمنا بعمل دراسة على 8 مباني حكومية وقدرنا نوصل إلى نسب عالية من التوفير، بالإضافة إلى يعني تجربة احنا فخورين فيها جدا، وأن عملنا دراسة على أحد المجمعات التجارية
في ذاك الوقت كان المجمع من احدث المجمعات وذات يعني انظمه عاليه التقنيه او عاليه الكفاءه بما هو بالتصميم، ولكن احيانا قد يكون انا عندي نظام كفاءته عاليه من ناحيه التصميم، ولكن طريقة استخدامي للنظام اللي بالمبنى هذه تقلل من كفاءته وتزيد من الاستهلاك. فلذلك هذا المجمع التجاري لما قمنا في عمل الدراسة قدرنا أن نوفر على المالك حق المجمع تقريبا معدلة أو ما مقداره 25,000 دينار، بس وفرنا على الدولة في هذا المجمع 500,000 دينار. فتخيل لو أنا أقدر أوفر هذه النسبة على كافة المجمعات على مستوى دولة الكويت ونفس المبدأ على المباني الأخرى، راح يكون في وفر اقتصادي كبير على مستوى الدولة. من هنا تأتي أهمية الطاقة، كفاءة الطاقة، والحرص على تكون الخطوة الأولى في التوجه إلى الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة في دولة الكويت. نعم دكتور، بالتأكيد يعني كورونا أو كوفيد 19 لها نصيب من حديثنا معك. فدكتور، ما هي المشاركات أو الأنشطة التي كانت ضمن برنامج كفاءة الطاقة خلال فترة كوفيد 19؟ نعم طبعا في احنا شراكاتنا كثيره، ومن اكبر اهم الشراكات يعني لمعهد الكويت على مستوى الدوله هو الامانه العامه للمجلس الاعلى للتخطيط. انشئ تحت لجنه الطاقه في دوله الكويت لجنه ما تسمى بلجنه التغيير السلوكي. احنا عشان نقدر نوفر في الطاقه ونقلل من الاستهلاك فعلا قلنا ان لازم نمشي على معايير المباني الحديثه والمباني القائمه وللانظمه التابعه لهذه المباني. بالاضافه الى هذا من المهم جدا ان نعمل على توعيه المجتمع المستهلك من ابناء الوطن ومن المقيمين على هذا الوطن. يجب ان نعمل على توعيتهم وارشادهم الى ما هو الاستخدام الامثل وما هو الافضل في استخدام هذه الانظمه، والوعي ان الهدر في استهلاك الكهرباء قاعد يعني قد يعود بمردود سلبي على الدوله وعلى المقيمين على ارض هذا الوطن. لذلك لجنه التغيير السلوكي كان هدفها العمل على إيجاد أو تعريف الأساليب لترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق تغيير النمط السلوكي للمستهلك للأفراد. ولكن كيف دكتور؟ هل حملات توعوية؟ نعم احنا اللجنة هذه في وقت فترة كورونا أعضائها تم تقسيمهم إلى عدة أقسام. حاولنا أن نعمل على القطاع السكني، ومجموع فريق آخر حاول يعمل على القطاع التجاري، وفريق الثالث بدأ يعمل على القطاع الحكومي. طبعا احنا نعرف أن المباني في دولة الكويت عندنا القطاع السكني والقطاع التجاري اللي هو المولات والمجمعات التجارية، وعندنا المجمعات الحكومية والمؤسسات والوزارات الحكومية. كل هذه يعني المؤسسات أو الجهات الثلاثة فيها مستهلكين، فهذا المستهلك لما احنا نوصل لهم ونبين مدى أهمية مثلا عدم الاستخدام المفرط للتكييف مثلا في المباني، كيف انه سيؤدي الى التقليل من الاستهلاك وتقليل من حرق الوقود الاحفوري والحفاظ على البيئه، هذا سيساعد على ايجاد الواعز عندهم بحيث انه هو يحرص بدون لا احد يقول له. بالاضافه الى القطاع السكني من اكبر المستهلكين للكهرباء، وكثير من للاسف احنا بسبب عدم الوعي كثير من الناس تلاقين بيتهم مثلا دائما انظمه الاضاءه شغاله ليل نهار سواء هو بالبيت ولا لا، او حتى التكييف انا بدال لا اكون في البيت يعني احطه على درجه حراره، لما اخرج من البيت احطه على درجه حراره اعلى على اساس اقل استهلاك. كثير من الناس يقول خله يبرد وانا طالع وراه، بس ما يدرون ان هذا قاعد يعني يلقي باعباء على الدوله بالاستهلاك، بحرق الوقود، بالحاجه لبناء محطات. لذلك الوعي هذا قاعد يعني يعود بمردود ايجابي على الدوله وعلى حتى المواطن. يعني احنا دائما نقول الوعي وتغيير الاطباع هذه او السلوكيات مهم جدا ان نعمل عليها مع الكبار ومع الصغار، حتى يعني التعامل مع بعض المدارس اللي هي فيها الناشئه والاطفال الصغار ان نحاول نعطيهم دورات توعويه من ضمنها دورات يقوم فيها المعهد، او ان احنا نزورهم على اساس نوعيهم على الشيء هذا. احد الاباء يوم من الايام قال لي ان انا يعني ولدي ذبحني، قلت له خير ان شاء الله، كان يقول
اطلع من الصاله يلحقني يبا ما طفيت الليت انت قاعد تضر البيئه، يروح غرفه النوم ولا يبا انت ما طفيت الليت انت ما ادري شنو ولا كذا. فهذا الوعي احنا اللي نبيه، لان هذا الطفل لما يكبر راح يكون متخذ قرار. نعم. راح يعرف ان هذا الشيء مهم، راح يبني يعني ينشئ ابنائه على نفس الفكره، فبالحاله راح نوصل الى التوفير اللي احنا نبيه عشان نحقق هذا الهدف. دكتور، ما مدى الاستجابة التي وجدتموها مع الناس في هذا الجانب؟ هذه موضوع الاستجابة، اي موضوع الاستجابة يعني انا راح اقولها على مراحل. انا يعني اذكر انا اشتغلت في معهد الابحاث في سنة 94. اول ما بدأنا كنا نروح حق الناس او القطاع الخاص مثلا نقول لهم يا جماعة احنا فريق نعمل على الحفاظ على الطاقة والتقليل من الاستهلاك. في ذاك الوقت احنا يعني ما كنا ندرك ان موضوع الخفض في تعرفة الكهرباء بالكويت والدعم اللي توفره الدولة للمستهلك، هذا يعني يؤدي الى ان عدم احساس المستهلك بالمسؤولية، يقول والله الكهرباء رخيصة فانا ليش اوفر كهرباء؟ ليش اشتري لمبة نيون مثلا او موفرة الطاقة سعرها 5 دنانير واشتري لمبة اللي 100 فلس وخلاص انا مو قاعد استهلك او يعني مو قاعد اصرف فلوس وايد على الكهرباء. ولكن المستهلك لا يدرك ان التكلفة العالية على الدولة بسبب الدعم اللي هي توفره، فلذلك التوفير انا وهذه يعني انا ادعو كل مواطن كويتي كل مقيم على ارض الوطن الغالي انه يكون دائما النظره للمصلحه الوطنيه، ان الدعم ومصدر الرفاهيه اللي احنا عايشين فيه لازم نقدره عن طريق دعم الدوله بالتوفير والتقليل من الاستهلاك، المردود دائما على المؤسسات الحكوميه اللي هي وزاره الكهرباء اللي هي المنتج والموزع الرئيسي للكهرباء في دوله الكويت، والتكلفه هذه على عاتق دوله الكويت والمواطن قد يدفع فقط يعني نسبة صغيرة من التكلفة الكبيرة هذه. نعم دكتور يحيى، في ختام لقائنا حابين تحدثنا أكثر عن المشاريع المستقبلية لبرنامج كفاءة الطاقة. نعم طبعا المشاريع المستقبلية دائما احنا نعول على شركائنا في هذا المجال. احنا مثل ما ذكرنا لما يكون عندنا يعني معايير للوصول الى يعني مستوى معين، هذه المعايير ان لم يتم توفير الدعم لها لن يتم تحقيقها، فلذلك ندعو شركائنا للعمل معنا على الاستمرار في دعم المشاريع التي تؤدي الى رفع كفاءة الطاقة في القطاعات السكنية والقطاعات التجارية والقطاعات الحكومية، بالإضافة الى يعني العمل على استمرارية قناة التواصل ما بين فريق كفاءة الطاقة وفريق الأبحاث في معهد الأبحاث مع متخذ القرار فيما يتعلق بالحفاظ على الطاقة وتحديات الطاقة للمساعدة على تقديم الرؤى عن طريق دراسات وأبحاث علمية، بالإضافة إلى الاستمرار في الشراكة يعني المجتمعية ما بين المعهد والقطاع الحكومي والقطاع الخاص فيما يتعلق في التوفير في منشآتهم وأساساتهم للمصلحة الوطنية والمردود الوطني على دولة الكويت، ومؤخرا يعني الاستمرار في دعم الابحاث يعني اللي ستعود بمردود اقتصادي وعلمي على دولة الكويت، اللي احنا دائما نحاول ان نبرز دور دولة الكويت في المؤتمرات العلمية عن طريق انجازاتنا والنجاحات اللي حققناها. نعم الدكتور يحيى الهدبان المشارك الباحث العلمي المشارك في مركز أبحاث الطاقة والبناء، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم، وبالتأكيد احنا نضم صوتنا لحضرتك في بضرورة الاستخدام الأمثل لكافة وسائل الطاقة وكافة الخدمات التي تقدمها الدولة حفاظا على كويتنا وعلى ما تبذله الحكومة لنا. مشاهدينا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج مال وأعمال. إلى اللقاء.